أعزائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي قناة كرة دوكر من جميع أنحاء العالم، كما عدناكم عن أهم وأبرز التفاصيل عن لاعبين كرة القدم. النهاردة هنتكلم عن اللاعب باسل السيالي. اللاعب باسل السيالي اسمه الكامل باسل يوسف السيالي، ولد 22 يونيو 2001، عمره 21 سنة، طوله 1.71 سنتي، ولد بالسعودية. مركز لعبه لاعب وسط، يلعب حاليا مع نادي الحزم معرب من نادي النصر برقم 16. أما عن مسيرته الشبابية كانت مع نادي النصر، أما عن مسيرته الاحترافية عام 2020 مع نادي النصر، وعام 2021-2022 مع نادي الطائي عرب، وعام 2022 مع نادي الحزم عرب، وأيضا مع نادي الحزم عام 2023 حتى الآن.